السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح عملة الروبل الروسي. الموقع بيدفع على محفظة الباير بحد ادنى للسحب 1 روبل فقط. طبعا الموقع جدا سهل، سكريبت فيه جدا سهل، بيعتمد على الفي كي او ما يسمى بالفيسبوك الروسي لحتى تسجل دخول للموقع. شايفين اصدقائي كاتب لك ريجستريشن في كي، وطبعا في هاي كمان موقع تواصل اجتماعي ثاني روسي، لكن نحن ما نسجل وما نشتغل عن طريق الفي كي. اذا ما عندك حساب على الفي كي بتسجل فيه مثل ما كانك ما تسجل بالفيسبوك. راح احط لك لينك تسجيل بالفي كي باسفل الفيديو، طبعا يعني بصندوق الوصف مع لينك هذا الموقع اخواني. تمام، طبعا سجل دخول عن طريق الضغط على رمز الفي كي، سجل حسابي على الفي كي. طبعا الموقع فيه مجموعة يعني جيدة من الإعلانات وهي دائمة. مثلا هاي فيها هلا 5 إعلانات، ممكن بعد ساعة فوت لاقي 5، بعد ساعة فوت لاقي 5، يعني أنا أيمت ما فتح الموقع ملاقي إعلانات. يعني هذا الموقع جدا كويس، طبعا موقع قديم وأنا بعرفه من فترة زمنية طويلة. وفي طريقة ثانية للربح هي عن طريق البونوز كل 10 دقائق، بضغط على كلمة جيت بونوز هيك بيفتح معي صفحة ثانية وبيعددني الثواني المطلوبة. بعدها في كباتشا على شكل صورة ايام على شكل ارقام، مثلا 8-4، هي 8-4 بختارها هيك. شايفين اصدقائي اعطاني سنت من الروبل، بحد الصفحة بيزيد حسابي بصيروا مثلا روبل و25 سنت. كمان الاعلانات نفس الطريقة، بضغط عليه هيك 5 ثواني او 10 ثواني حسب نوع الاعلان اخواني. ممكن يكون في اعلانات مثلا 10 ثواني 20، طبعا تاخذ قيمة اكبر. هاي مثلا شنطة، بختار هاي الشنطة، زاد رصيدي انا بيكون بالموقع. كمان فيني زيد ربحي من الموقع عن طريق الريفر ريل او رابط الاحالي الخاص فيه. مثلا بلاقي رابط الاحالي هون، شايفين اصدقائي باخذه بوزعه لاصدقائي بيستفادوا هني وانا كمان بستفاد، وانت لازم تعمل نفس الشيء اخي الكريم. يعني دعوه الاصدقاء لهيك مجموعه او هيك نوعيه من المواقع بتفيدك بشكل جيد. كمان انا شايفين اصدقائي انا ما عندي ولا اي ريفريل يعني مسجل، وقادر على الوصول لحد الادنى اللي هو جدا سهل مثل ما قلنا 1 روبل، ويعني مكسب فينا نقول مجاني 100%. طيب انا هلا بدي روح ضيف رابط محفظه الباير لحتى اقوم بعمليه السحب. روح على كلمه سيتنج هاي تحت، بضغط عليها هيك وبختار الباير. مثلا بروح انا على بنك الباير بجيب رابط محفظه الباير، شايفين اصدقائي معي 627 روبل بحطها بهي الخانه طبعا مع الباير، وبروح على كلمه سيف بضغط عليها. طبعا الموقع بيدفع على الكيوي وليت، بيدفع على الياندكس، لكن هدول يعني بس للروس. الادفي كاش ممكن يكون نحن نقدر نستفاد منه، وطبعا في طرق ثانيه اللي هي الاتصالات الروسيه وهي القصص. مثل ما قلنا اصدقائي موقع جدا جيد. بروح على كلمه سيف بضغط عليها، قال لي انت هلا احفظت الطريقة. تمام اصدقائي، لازم تنتبه انت وما تضيف روابط محفظتك لانه ما فيك تبدلهم يعني لحتى تتصل بادمن الموقع. فانتبه انت وما تضيف رابط المحفظة، لازم يكون عندك هاي الشغلة يا اخي الكريم. طيب انا كيف بدي اقوم بعملية السحب؟ روح على كلمة اوتبوت، بضغط عليها هيك، عفوا اخواني عملنا تسجيل خروج بالغلط. روح على البالانس، عفوا روح على البالانس، بضغط عليها هيك وبختار رابط محفظتي الباير. بيقول لي انا معي 100 روبل و26 سنت، نقصهم شوي مشان اذا في اي ضريبه رح خليهم روبل و20 سنت. بروح بضغط، شايفين اصدقائي على الباير حد الادنى للسحب هو 1 روبل. طبعا على المحافظ الثانيه الكيوي ياندكس ادفي كاش 5 روبل وتبلش تطلع. بروح على كلمه ويزدرو، بضغط عليها هيك. تمام اصدقائي، قال لي بي اوت سكسفول، يعني تم الدفع بشكل فوري. بنتقل، شايفين زاد رصيدي 628، زاد يعني حدثت الصفحه لحالها. بروح بشوف انا اخر الدفعات، هي اصدقائي وصل روبل و18 سنت. بشوف المعامله تبعت الدفع، هذا هو الموقع اسمه سيربانت دوت اي ان. شايفين اصدقائي هذا هو الموقع سيربانت دوت اي ان، يعني وصلت بلحظه الدفع. طبعا اليوم 22/7/2020. تمام اصدقائي، عفوا 23/7/2020، فبدقيقه وصل السحب على محفظتنا الباير. والموقع مثل ما قلنا جدا سهل. انا راح احط لكم بصندوق الوصف مواقع مشابهه ممكن تربح منها اخي الكريم. طبعا بتلاقي في مجموعه جيده دائما من هاي المواقع عم تدفع بشكل جيد، لانه هي ما تستفاد. يعني العالم لما يحطوا اعلانات دخل الموقع ما يدفعوا حق الاعلان. طبعا انا كمان في يعني في مواقع انا بدفع فيها، بجيب مثلا ريفريل، بجيب اي شيء، بشتري اعلانات
ممكن انت اخي الكريم كمان تستفاد من هاي الطريقه، بتعمل ايداع بالموقع وبتشتري اعلانات. لكن انا بقول لك يعني اذا انت شيء مو متاكد منه لا تعمله، اشتغل بالمجاني مثل ما بقول لك. انا بتشاهد الاعلانات موجوده توصل للحد الادنى للسحب اللي هو 1 روبل، بتسحبه على محفظتك البير. طبعا تحاول تجمع اكبر قدر ممكن معلومات عن هذا الموقع، هو بسيط جدا ما بيحتاج اكثر من هيك شروحات. وبالتالي اصدقائي اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتكتب كومنت، حط لي في رايك بالتعليقات لانه رايك مهم جدا بالنسبة لي. وتشاهد المدونة الموجودة بصندوق الوصف، في عشرات المواقع الربحية المجانية، وتشترك بقناة تليجرام بأنه احنا على اليوتيوب. لا تنسى إذا ما كنت مشترك أخي كريم تشترك وتفعل زر الجرس تدعمنا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.